لكنها تصدم في الدفاع، تعود بعد ذلك للنجدي، طويلة كريستيانو، لمسة، مساحة مرتدة، انطلاقة، أنجيلو في مكان خطير، أنجيلو يبحث عن كريستيانو وكرة، هدف نصراوي جميل جدا، خدع الجميع أنجيلو، الكل كان ينتظر اللقطة لكريستيانو لكنها خدعت العويشير، وبعد ذلك وصلت إلى شباك الوحدة، سجل النصر أخيرا في ساحة النصر هنا في الأول بارك. الأجواء أصبحت كبيرة للغاية بالهدف الأول العالمي، بهدف أيضا عالمي، بلقطة جميلة يا أنجيلو، سجل النصر أخيرا هدف أول في أحداث هذه المباراة بعد العديد من الفرص الخطيرة اللي ضاعت من زملاء كريستيانو رونالدو. هدف أول لمصات أنجيلو، هذه الأثناء التمريرة تصل لمصات الغنام، مرور جميل وتمريرة تغطية دفاعية، هل هنالك شد وصافرة؟ الحكم يحتسب، نعم، خطأ لمصات النصر أمامه، الصافرة من الحكم كريستيانو أمام العويشير لتأكيد تفوق النصر بعد 10 دقائق في الشوط الثاني. العواشير أمام صاروخ ماديرا، العشاق من كل البلدان حاضرين لمتابعة فريق كريستيانو للعالم في هذه الليلة. رونالدو، كريستيانو، رونالدو الثاني، ليلة أخرى يا كريستيانو، الثاني لرونالدو بعد 10 دقائق. الجميع انتظر هذه اللقطة، الجميع انتظر هذه الصورة، هذا الهدف، هذه الفرحة، هذا الوصول لكريستيانو رونالدو، ثاني أهداف العالمي في هذه الليلة هنا من كريستيانو رونالدو بعد 12 أو 11 دقيقة في شوط المباراة الثاني، يؤكد على تفوق النصر، يلبي نداء المشجعين، وبالتأكيد يجعل المهمة في غاية الصعوبة على الفريق الأحمر. قلت بأن رونالدو من الصعب، من النادر، إن لم يكن من المستحيل أن يضيع من علامة الجزاء مرات قليلة جدا في مشواره الطويل كرويا، سجل هنا من علامة